مما اطلعت عليه وهي عقيدة ابن سبأ اليهودي موجودة اليوم في قلوب كثير من الناس وهم لا يعلمون. قال ابن سبأ اليهودي الذي حرض على قتل عثمان وفعل الأفاعيل وهو أصله رافضي، قال يقول لأصحابه يعني كيف نقوم هذه الفتنة، قال إذا جئتم عند العامة فتكلموا عن أكل الأموال والظلم الذي حصل من هؤلاء الحكام، وإذا جئتم عند الخاصة، يقصد الخاصة الشيوخ طلبة العلم العلماء، فتكلموا عن ضياع الدين وتبديل الشريعة. إذن صنفين كان طريقته، إذا جاء عند العامة تكلم عن أكل الأموال والظلم. لماذا؟ لأن العام إذا قلت ضيع الدين ضاعت الشريعة حكم بغير ما أنزل الله ما له دخل، لكن لو قلت له أكل المخططات أكل الأموال طلع قرنين له. فإذا جاء عند الخاصة تكلموا عن ضياع الدين وتبديل الشريعة. والله ثم والله ثم والله أنها عقيدة ابن سبأ اليوم موجودة عند الناس. إذا جاء عند الخاصة تكلموا عن ضياع الشريعة وتبديل الدين وتبديل الأحكام، وإذا جاء عند العامة تكلم عن المخططات وسرق المخططات والمشاريع والأمير الفلاني عنده 7 مليار والأمير الفلاني عنده 7 قصور. الله يحاسبه، أنت إيش دخلك في هذا؟ فلا تكن سبئيا وأنت لا تعلم. وهذا الكلام ذكر ابن سبأ في ذكر الطبري رحمه الله في تاريخه، لا تكن سبئيا وأنت لا تعلم. نعم.